وللإضاءة أيضا من جانب آخر على موقف المعارضة من التصريحات التي أطلقها الأسد عن الحل السياسي وعودة الحديث عن مشروع تقسيم، معنا من لندن الكاتب الصحفي بسام جعار. مرحبا بك سيد بسام على شاشة RT. أنقل إليك أيضا التساؤلات التي طرحها الأسد اليوم ويشارك فيها كثيرون عن موقع الثورة والاعتدال في المشهد السوري اليوم. لماذا يجلس الأسد أو حكومته معكم؟ ما هو حجم تمثيلكم الفعلي بعد هذه السنوات على الأرض؟ يعني اسمحي لي أقول، ومن هو الذي يقبل أن يجلس مع قاتل مثل الأسد؟ هذا الرجل الذي يتحدث عن الإرهاب كان كلاما صحيحا ما قاله عندما قال أولوية لمكافحة الإرهاب. الإرهابي الأول هو بشار الأسد، ومعه حسن نصر الله، ومعه الميليشيات الطائفية الشيعية، ومعه الحزب القومي السوري عم يقاتل معه، ومعه جماعة أحمد جبريل، ومعه الأفغان، ومعه ما هب ودب من الطائفيين. يعني هذا الرجل آخر شخص في العالم يحق له أن يتحدث عن الإرهاب، هذا أولا. ثانيا، تحدث بشار عن انتصارات، كلام مضحك جدا. عن أي انتصارات؟ في إدلب، في تدمر، في درعا، في أي مكان منذ ديسمبر الماضي وهو ينسحق. الآن لا يسيطر إلا على 25%، وهو اليوم يعترف بدور حزب الله وينكر الدور الإيراني العسكري المباشر. إيران قالتها على المكشوف، لولا التدخل العسكري الإيراني وتدخل حزب الله لانسحق بشار منذ أشهر. أين هي المعارضة سيد بسام؟ داعش والنصرة تسيطران، الأكراد يتمددون اليوم، لا نسمع سوى عن جماعات متطرفة على الأرض. ما هو خياركم السياسي أو العسكري الآن سوى دعم هذه الحرب ضد الإرهاب؟ ولا يبدو أن إسقاط الأسد بات أولوية لأي أحد الآن. أبدا، هو أولوية للجميع. راح أوضح لك. يعني بشار الأسد كان يراهن على الاتفاق النووي مع إيران، وتلقى ضربة كبرى عندما اتفقت أمريكا مع تركيا حول هذا الأمر. عرف أنه لا يمكن أن يكون شريكا على الإطلاق. التصريحات تتوالى من كل مكان، بشار ليس شريكا، بشار انتهى. وأنا بأكد لك، أنا بدي أذكر بس، في منتصف العام الماضي ألقى خطاب ووعد أنصاره بإنهاء القصة في نهاية العام. ما الذي حدث منذ ذلك التاريخ حتى الآن؟ خسر نص سوريا بشار الأسد. الخطير اليوم، خطير، هو ما قاله بشار عندما قال أن سوريا ليست لمن يسكن في سوريا أو لمن يحمل الجنسية السورية أو يحمل جواز سفر سوري، بل لمن يدافع عن سوريا. بمعنى هو يقول للإيرانيين، إذا دافعتم عني أعطيكم الأرض كاملة. فقط على هذا الأمر يستحق الإعدام. بخصوص المواقف الدولية التي ذكرتها، التغيرات باتت واضحة، الأسد ربما خفف منها لكن يبدو أن هنالك رهان خفي عليها. ألا يبدو أنه طويت صفحة المعارضة السورية بجسمها الخارجي كالائتلاف مثلا الذي يغيب كليا عن المشهد اليوم؟ لا يعنينا الائتلاف على الإطلاق، ولا يعنينا أي تمثيل سياسي على الإطلاق. ما يعنينا الآن أين أنتم سياسيا وعسكريا يا سيد بسام؟ تمام، أنا عم أقول لك، اسمحي لي. هذا النظام أولا، اسمحي لي، لا يقبل بأي حل سياسي على الإطلاق. عندما التقى بديمستورا بشار الأسد قال له الأولوية الحل العسكري ثم ننتقل إلى الحل السياسي. هذا الكلام واضح، وقال وليد المعلم منذ يومين. بالعكس، قال أكثر من ذلك لديمستورا، وكان موضع استهزاء. قال له المعركة طويلة ولكن النصر قريب. يعني هذا الكلام هل يقوله عاقل؟ كيف بتكون المعركة طويلة والنصر قريب؟ اللي بدي أقوله، هذا الرجل منفصل عن الواقع. اللي بدي أقوله بكل دقة، الوضع لن يحسم إلا على الأرض. الآن أين هو بشار الأسد؟ إذا انسحب حزب الله اليوم وانسحبت إيران، كام يوم فيه يقاتل؟ لكنه يحسم لحساب جماعات متطرفة على الأرض سيد بسام، وصفقات تنسج بمعزل عن المعارضة السورية على جميع المستويات. لا يوجد متطرف أكبر من بشار الأسد. قتل نصف مليون سوري، دمر سوريا، ألقى آلاف البراميل على الشعب السوري. الزبداني لوحدة تلقت 1000 برميل، ذبح الناس بالسكاكين. يعني أمام إجرام بشار الأسد، شكراً، يجب السكوت عن أي إجرام آخر. شكرا لك من لندن الكاتب الصحفي بسام جعاره.